حاتم بن نمنه موجود معنا بالتليفون. حاتم بن نمنه باش يعلق على كلام اللي قاله خليفه جبالي في حلقه الاسبوع الماضي. سي حاتم شنو احوالك؟ مرحبا بك اسلام. انا في حياتي تقريبا هذه ثاني مره نتدخل في حياتي في كارياري باش نعمل حق رد. حق رد لانه مسيره طويله هي ضالقه. اش من عام سي حاتم تو؟ انا بديت في الاعلام الرياضي في 82 واحسب وحدك. ما شاء الله مسيره كبيره وطويله. ما زلت انا مفماش معناها في الدنيا. في اذاعه المستير وقتها انا ما زلت على اول ما طلعت للجامعه تقريبا سنه اولى الجامعه عام 82 احسب وحدك حصيله. بديت في اذاعه المستير 38 عام. يقوم ضعيف الاحصيه بحم بالخوجه قال زميلنا التقني. ولا اذاعه المستير والصحافه المكتوبه وقناة الافق الاذاعه الوطنيه لقناة 21 جريده الصحافه تقريبا كارير الكبير فيها هي ما شاء الله. ما التحقت بال الاذاعه مؤسسه الاذاعه التونسيه سنه 2008 وقد فصلت ولات اذاعه وحدها وتلفزه وحدها. والان انا توا في بدلت بعد شوي على المجال الرياضي مسؤول على البرمجه في اذاعه الشباب. والله انا قلت سي حاتم قبل ما اعطيك انت حق رد نعملوا نذكر الساده اللي عبد تسمع فينا قبل ما تذكر هو توا حتى اللي ما تسمعش يعاود يسمع مش مشكل نعطيه فافور دوبل. حبيت اقول انا راني مش حبيت الرد لكن حبيت توضح الزملاء يعني انا ما سمعتش الحصه من الاول قالوا لي ثم افتراءات وثم مغالطات عديده. سمعت الحصه لقيتها مش مغالطات. انا تصورت انه بعد 7 سنين وخرج من الاذاعه وكذا وناس عرفت الحقائق وهو حتى هو نفسه عرف الحقائق لانه حتى بنام ما كانش عنده يد في الحكايه فيعاود يجبد ويحب دائما يقحم حاتم الامنه في خروجه من الاذاعه. سي حاتم خلينا نستسمحك نسمع اهم ما قالوا بعد باش العباد تعرف على شنو نحكيو بالضبط. نسمع خليفه جبالي وبعد نرجعوا للسيد حاتم بن نمنه. قال مثلا جبدنا اسم تهجمت عليه انت الاسم هذا تاع حاتم بن نمنه حتى على الفيسبوك نتاعك. تهجمت عليه في وقتها سخونه. تهجمت عليه مش تهجمت اكثر من الهجوم. اكثر من الهجوم. اي. انا لا اختلف في ذلك. علاش؟ لانه ربما تجاوز حدوده ولا يحكي في معناها شرف الناس وعائلات واولاد وكذا ويكلف في ناس ماجورين يكتبوا في تدوينات يعني سيئوا فيها لشخصي. فبطبيعه الحال رد فعلي مش تهجم تهديد بالتعنيف اصلا فعلا. وكلم ولدي وولدي قال لي بابا ما قريتش انا لو نقرا تو نقول لك. فعلا لما قراش كتبوا ولو انا مفسخوه بسرعه استاء ولا هو رمس في صفي باعتبار انه شيء يمس من سمعة الناس. ما اخوي خرجت انا من الاذاعة انتهى الامر. انت تهاجم فيه الوش تجبد لي في اموري الوش. العلاقة كانت سيئة بيناتكم؟ سيئة. كلمني كان وقت توفاة الوالدة. معناها طاح كيف على ظل؟ والله كل حد يلقى فعله. اما كلمني قال لي البركة فيك في الامان تصبح على خير. من وقتها ما تكلمتش. زون ميكست. دونك هذا اهم ما قالوا كان خليفه جبالي. شنو تحب توضح سي حاتم؟ هو قال مغالطات اخرين تو نرجع عليهم. ما على والله انا استحي باش نخلي الساده المستمعين يحكيوا في موضوع عنده 7 سنوات. هو 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 خبير في المغالطات ومحبش حتى يقدر سنه ويكتفي بما اقترفه في ذنبي وفي ذنب روحه. لانه يقول تهجمت عليه والتعريف انا ممكن نقول لكم مش بعث لي ممكن ما تصدقش يعني انا مش من هواة التصريحات. والاكيد انكم ترجعوا لمسيرتي ما تقليش تهجمت حتى زميل ولا عملت التربيوات. هو من عام 2000 من عام 2013 لليوم عدد الاحاديث والمقالات والتصريحات اللي تهجم فيهم على شخصي واحد يغلط باش يعدهم. انا قلت باقي مسامح فقط نحب نقول اللي هو راه بعث لي اس ام اس فيها تهديد بالقتل اللي ربما اول مره نقولها. وانا كلمت ولده قلت له عقل بوك نعرف انه متالم من خروجه اما قل له راه حاتم الامنه ديما يقعد ولد اصل
ولانه اسماس هكايا ونجم نمشي اي عد منفذ ويقع في اجراءات انا ما نوصلش لدي هذا، لاني يعني انا ما ننساش. وهنا نحب نقول اللي خليفه جبالي اللي ما قاله لكش انه دخول الاذاعه كان عام 92 واول مقابله عملها كانت مع عبد الله، لأن عبد المجيد مسلاتي جاي قال لي هذا يكلموني عليه جماعة أحباء نادي إفريقيا راه مغروم بالتعليق. عملنا له تجربة وكان أول امتحان ليه وأول تربص كان معايا أنا في مباراة الملعب التونسي والنادي إفريقيا اللي أدارها محمد نصر. معناتها إذا كان واحد اللي أنا كانت بدايته معايا وكانت مسيرته وأنا عاونته ودعمته وعرفته بعباد في جريدة الصحافة وجاي خدم معنا في جريدة الصحافة ما يقولش الكلام هذايا. ثم هو التحاقه بعد بالاذاعه ومشى وعمل جميع التظاهرات وربي عينه وكل واحنا افترقنا، هو مشى الاذاعه وانا مشيت كاريزون كل واحد يخدم على روحه. كاتب المكتوب انا رجعت عام 2008 مش بارادتي، بذات والحاح شديد من سي منصور مهني وقت اللي توقع فصل الاذاعه والتلفزه على بعضهم، وقتها حب يكون سيرفيس سبور وحب سيرفيس سبور يعطيه افاق جديده، وعلى عكس المغالطات اللي قالها لكم انا ما خذتش بلاصته. وهو ما كانش رئيس مصلحه الرياضه، كان مساعد رئيس مصلحه لانه هو ما عندوش الاجازه، هو معلم ملحق بمؤسسه الاذاعه، وحتى وين خرج وتقول لكم على خروج كيفاش، ورغم هذاك قاعد يتمتع بامتيازاته لانه مساعد رئيس مصلحه، مش العكس بدعي لانه يعطي في صوره خاطئه للعباد ويقول انا رئيس مصلحه وجابوا لي رئيس مصلحه. هو قبل ما يمشي لكوب دافريكا اللي قال عليها، وانا وقتها وقع اختيار عليا وكلمني وهناني وقال لي ان شاء الله مبروك وننا نعمل ونخدموا مع بعضنا وانا معاك. قلت له انت قدرك محفوظ، هذا قبل ما يمشي. وقلت له ما انا مش نلتحق بالاذاعه الا ما تجي انت، ما نجيش انت غايب وانا نجي، فهمت؟ وقعد نخدموا بعضنا وكنت نبجر فيه وقلوا اختر انت المقابلات، فهمت؟ لكن هو هو ما استساغش انه يجي حتى من امنه يكون عارفه، رغم انا بدايته كانت معايا. فسي نورمال هو كان معروف كما قال، هو ما نجمش يستسيخها انه هو كان مكلف بالرياضه وما تو الناس مش الجزئيات رئيس مصلحه مساعد رئيس مصلحه، ما كانش تم مصلحه اصلا في الاذاعه كانت قبل. ثم وقت اعطيناها ابعاد اخرى وتنظيم وكذا، وقعد مدلل الابن المدلل حتى لوين خذا. وقت اللي خذا مشى العديد من السفرات ومشى لكاس العالم للانديه مع الترجي الرياضي في اليابان. وقت قلت له خليفه توعى تبارك الله انت تقريبا كل التظاهرات مشيت لها، الالعاب الاولمبيه، كوب دافريك 3 ولا 4، كاس العالم، توا ماذا بينا كيما انا عندي مد، انا خليت المجال للصغار، توا نخليه المجال للجيل الجديد. وعينت فيها وقتها شاهين الكافي، من وقتها نصب لي العداء ولا يختلق في المشاكل، حتى لوين الغيابات متكرره، حتى لوين جاء في جانفي 2013 وثم ما يثبت عندي الوثيقه ما تثبت، كتب بخط يده ارجو اعفائي من كل نشاط في التعليق والاعداد والتنشيط وكذا، واني مستعد للمساءله. وقت اللي هو مشات الورقه هذه للبي دي جي رئيس المدير العام، وباعتبار انه هو ملحق قال هذا هو ملحق ما عادش عنده علاش مش يقعد في الاذاعه، يرجع لوزاره التربيه، يرجع يقرر على روحه. والسلاء وكفى المؤمنين القتال، ما عندي معاه حتى مشكل السيد هذايا، بل انا نحترمه ونقعد ديما نحترمه وربي يهدي. ذاك الشيء الكل واضح. يعطيك الصحة سي حاتم، باهي نستغل وجودك معنا سي حاتم. حبيت نسألك بخصوص موضوع آخر تعيين زميلة سهام العيادي في ككاتب دولة مكلفة بالرياضة، شنو رأيك في التعيين هذا؟ ظهر لي ما سبقش قبل تعيين تعليمية في منصب كما هكا، ولا أنت صحح لي كان غلط؟ الحمد لله أنه الدومين بتاعنا وقع إنصافه وجات الفرصة، لأنه ديما هما يتهموا في الإعلام الرياضي عاما وينتقد وكذا وكذا، اسمها جاتنا فرصة باش الإعلام الرياضي يكون شريك فاعل في المنظومة الرياضية وفي الإصلاح من الداخل. وأظن اختيار الأخت والصديقة والزميلة سين عيادي اختيار صائب حسب رأيي أنا، عندها من الكفاءة العلمية والممارسة المهنية اللي خلاها
لمدة سنوات عديدة تخلو فكرة شاملة ودقيقة ومعمقة على واقع الرياضة التونسية في جميع مجالاتها. أعتقد أن وجودها إلى جانب طارق ذياب مش يكون وجود فاعل جدا وستقدم الإضافة. والأكيد أنه الناس الكل احنا مسؤولين ونعاونوها لإصلاح هذا القطاع والسمو به إلى الدرجات العليا، خاصة واللي خذات تطور القطاع هذا في وقت حساس تقريبا 7 أشهر على الألعاب الأولمبية. والأكيد أنه بنباهة سهام ونعرف ذكائها وتفانيها في العمل واللوداس عندها اللوداس والجرأة باش تطرق أي موضوع طبو. وأنا نأكد حتى ما حكيتش معاها أما باش يكون بابها مفتوح لكل الرياضيين باش تسمع كل الرياضيين وتعرف كل كبيرة ولا صغيرة على في المجال الرياضي. أنا نستبشر كل خير بوجود الزميلة سهام العيادي على رأس كتابة الدولة للرياضة، وإن شاء الله يخليوها تخدم وإن شاء الله يكون التعامل والتكامل ما بينها وبين وزير الشباب والرياضة سي طارق ذياب طيب، وكل كل واحد زاد يعرف ملفاته ويعرف كل واحد مجال التعامل نتاعو باش ما يقاش التداخل ديما يصير قبل الوزراء ما يخليوش كتاب الدوله يخدموا وغير الى غير ذلك. اعتقد انه توضيح خطوط التماس من الاول يكون مفيد ووجود الزوز شخصيات هذوما باش يكون مفيد للرياضه التونسيه. واضح، يعطيك الصحة سي حاتم منيمنا على كل هذه التفاصيل، بالتوفيق ليك ان شاء الله. تمنيت تكون استضافتي في موقف اخر بخلاف اللي جيت الرد على زميلي واخي خليفة جبالي. مازال الايامات سي حاتم ان شاء الله تكون موجود بحضنا في حصة قادمة. ممكن صحيحة أيه. هو انا عزيته في وفاة والدته، اما هو ما عزانيش في وفاة والدي. ربي يهدي سي حاتم. دونك على كل بالتوفيق ليك ان شاء الله، قلت لك في بقيه مسيرتك الاعلاميه كيف بالتوفيق السيد خليفه جبالي، كيف ايضا بالتوفيق لسهام العيادي في المنصب الجديد اللي تولته ككاتب دوله مكلفه بالرياضه. دونك هكا نوصلوا لنهايه زون ميكس اليوم، ويلتحق بيا